ليش إلى الآن الدولة تشتري الحنطة؟ لا الحنطة استثناء، الحنطة لأنه تدخل بالحصة أو بالبطاقة التموينية، فلذلك واحدة من مفرداتها الرئيسية. فمطلوب أنه وزارة التجارة بدلاً من أن تستورد، والاستيراد أيضاً ما مضمون، ممكن حرب، ممكن شيء، مو بس حرب وهذه، حتى طبيعة المحصول وكذا، وهذه كثير من الأمور إضافة إلى عملة صعبة. النقطة الأخرى المهمة أيضاً، أنت من تحصد تزرع حنطة راح تحصد المخلفات مالتها، التبن والمخلفات على أثر حيوانية، بعدين من تطحنها راح تجي النخالة اللي هي من عليقة للأبقار والجاموس، فتشغل أيدي عاملة، المطاحن مالته قطاع خاص يريد يشتغل. صحيح، اقتصاد بلد يتحرك، التنقية وهاي الأمور. بينما من تستورد الطحين هذه الحلقات ما راح تلقيها، ما راح تلقيها. نعم. فحركة اقتصادية وتكامل راح يصير عندنا بهذا الجانب. جيد. لذلك احنا مو من النوع اللي نقول ليش ما انه نتخلى عن الحنطة، لا بالعكس، الحنطة ما نقدر نتخلى عنها، الرز ايضا ما نقدر نتخلى عنها، الذرة الصفراء ما نتخلى عنها، لانه عندي دواجن ويراد ان ندعم الى الدواجن، فمستمرين بهذا الاستثناء. نعم. ان شاء الله.